تيني رجفة وأنا ما أعرف ليش تي حتى في صوتي فجأة وأنا عندي ومندمج في الكلام. أنا مش طبيبة نفسية بس بتكلم من خبرتي أنا مع الاكتئاب. أنا أتذكر كانت تيني في اليسار، لأن اليسار ما يمكن أضعف أو ما أعرف معنها أقوى. أقول حق الدكتورة شو مسوي، تقولي كثر التفكير، كثر القلق، في من داخل توتر، في حزن، وفعلا ها كله صح. أنا من بعد انفصالي جسمي مش طبيعي، يعني مش هو هذاك، تعرفين اللي مستقر في كل شيء، سبحان الله. والله الزواج استقرار وسكن، تكونين تيجي في كل شيء، إذا كان سوي، إذا كان رجل سوي، وكان رجل سوي انزين، الله يعني يذكره بالخير. المهم فأنتي الحين طبيعية في كل شيء، فجأة يستوي عندك دروب مثلا. يعني احنا انا بحالتي كانت، وانتم تعرفون من البودكاست مع جمال الملا في عرب كاست اللي حاب يشوفه، ان انا ما طلبت الشيء لكن استوى سبحان الله. فهني جسمي يعني خذ وقت لما هدأ، وكورونا وضغط واشتغل واحاول ودهي والدكتوراه وادرس. لا هي عادي، سيري الطبيب.